في شوية كركبة بالبيت، مشغول بالك مولود برج السرطان على أمور معينة، خلافات عائلية لبعض من مواليد برج السرطان، أمور مخلبطة يا أمور صحية مشغول بالكم عليها، مشان هيك بقلكم خلوا الطاقة مع رولا. السرطان عندها اندفاع، شو يعني؟ وعندها قرار، في عندها قرار حازم، وفي عندها بشارة حلوة رح تتبشر بخبرية بدها تفرح لقلبها بحياتك، فرحة، عالمك بده يتغير. أنا في عنده زواج، في زواج لمواليد برج السرطان، ركزوا معي، في زواج، البعض عنده زواج، البعض عنده انتصارات، البعض عنده عقود جديدة، يا رب تقدم ونجاح مع شخص من برج ناري متمسك. شو هذا الشخص؟ كأنه في أمر عالق بحياتك وبهيدي الفترة رح تقدر تحصل عليه، أوكي، بمساعدة شخص. ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام في خبرية بدها توصل لإلك مولود برج السرطان. آخر ورقة للسرطان، شفاء للسرطان، مولود برج العذراء للسرطان، خبر. حتى هيدي تمثل الطريق المفتوح، إذا في شيء معتم عليكم مواليد برج السرطان في تغييرات. علاقة مع برج السرطان، مع برج العذراء، مين عنده علاقة مع برج العذراء؟ مين؟ علاقة بدها تكون حلوة.